المغرب دخل الفريقان إلى رقعة الملعب. الرجاء إلى الرياضة كعادته كان الجمهور الرجوي والمغربي وفيا لهذا الحدث الرياضي. في المقابلة كانت واحد مقابلة قوية بخصوص بأننا لعبنا بعشرة الحلقة رحلة فريق الرجاء البيضاوي بالكلمة والصورة من خلال كاميرا الزميل محمد الحطاب. الرجاء إلى الرياضة فينال حضرت من المغرب خصيصا لمساندة الرجاء، وقد تم وضع طائرات خاصة لنقل الجمهور المغربي الذي حضر لتدعيم هذه المباراة، ومن ثم الدفاع عن الكرة المغربية. جماهير أخرى حضرت من الدول المجاورة كإيطاليا للانضمام للجمهور المغربي في هذا اللقاء، وقد استحسن الجميع الحضور المغربي الذي شكل دعم أساسية للرجاء، وقد كان الكل في استقبال الجماهير الرجوية. الجماهير واجب بكثرة، وحنا الآن في استعداد لاستقبالهم هنا بمطار ديال تونس، والحمد لله أنه الإقبال ديال الجمهور كاين، وراه وصل من يوم الجمعة وصل الفوج الأول، واليوم الأحد الثاني الفوج الثاني إن شاء الله. ومنذ الساعات المبكرة من صباح يوم الأحد امتلأ ملعب المنزه بتونس عن آخره بالجماهير التونسية التي كانت واثقة من الفوز. على دور مقابلة في نطاق الروح الرياضية ساعة، واللي يلعب خير هو اللي يربح، والنتيجة باش تكون واحدة بركة من زوز. الترجي عملت خطوة أحسن، جابت التعادل من المغرب، عندها معناها تنجم تقول 80-90% ترجي بالتسعة، وهذه كرة كي تحط الكرة في وسط الميدان اللي يلعب خير يربح، سواء عنا ولا عندكم مش مشكل، أما المكثر عنا احنا راهو. وكعادته كان الجمهور الرجوي والمغربي وفيا لهذا الحدث الرياضي التاريخي بالرايات المغربية وبالأعلام الخضراء التي تمثل رمز الرجاء البيضاوية. الجمهور وكان الجميع مستعد للاحتفال بالتتويج الأفريقي المنتظر، حتى أن الفريق التونسي هيأ كل شيء بما في ذلك المعسكر التدريبي في المكسيك استعدادا لنهائية كأس العالم للأندية. وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس والثانية بتوقيت المغرب دخل الفريقان إلى رقعة الملعب، وانطلقت المباراة بحذر شديد من الفريقين، وكما كان منتظرا فالحكم القادم من الرأس الأخضر يكشف كل الأوراق ويعري عن النوايا الخفية لتحطيم الإرادة الرجوية بإعلانه عن ضربة جزاء أقل ما نقول عنها أنها توجد فقط في قاموس هذا الحكم، كما أشهر الورقة الحمراء في حق اللاعب جريندو لينفذ بالحرف بنود الاتفاق الذي تم بينه وبين جهة مسؤولة، ضربا عرض الحائط بالأمانة التي وضعت على عاتقه، وضربا القيمة التي صنعها سعيد بالقولة في مونديال 1998 في فرنسا، وأرجع إفريقيا 50 سنة إلى الوراء. لكن بمشيئة الله انتصر الحق وتمكن الحارس الشاذلي من تصدي ضربة الجزاء لتعود الأمور إلى مرحلة الصفر وليبدأ اللقاء من جديد. وهنا نتابع المحاولات الرجوية بالرغم من النقص العددي، محاولات كان من ورائها جريندو، ريدا الرياحي ومجموعة من اللاعبين الشبان الآخرين. نتابع هنا قذفة اللاعب طلال التي شكلت تهديدا للحارس شكري الواعر. بالمقابل لم يتمكن الفريق التونسي من استغلال النقص العددي، ومن خلال هذه المحاولة اتضحت الصورة وظهرت النوايا الخفية للحكم، حيث تغاضى عن ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس لصالح فريق الرجاء البيضاوي بعد إسقاط اللاعب ريد الرياحي في مربع العمليات، لتنتهي الجولة الأولى بنتيجة 0 لمثله، وليكون فريق الرجاء البيضاوي في الموعد، حيث تمكن بعشرة عناصر من إرغام فريق الترجي التونسي من الخروج بنتيجة 0 لمثله في الجولة الأولى. في الجولة الثانية حاول فريق الترجي التونسي الضغط على معترك فريق الرجاء البيضاوي، لكن بدون جدوى. فريق الرجاء البيضاوي الذي كان يقوم بين الفينة والأخرى بهجمات مضادة بواسطة نجم الفريق اللاعب مستودع، وكذلك اللاعب الواعد مصباح الذي تنبأ له الجميع بمستقبل ظاهر. وهنا نتابع آخر محاولات فريق الترجي والصمود القوي لدفاع فريق الرجاء البيضاوي بقيادة الحارس المتألق مصطفى الشاذلي. هجمات فريق الترجي لم تشكل
أي خطورة على دفاع فريق الرجاء الذي كان حاضرا بكل قوة. وهنا هجوم آخر لفائدة فريق الترجي التونسي لم يشكل خطورة على دفاع مصطفى الشاذلي. هجوم آخر كاد من خلاله فريق نادي الترجي التونسي أن يوقع الهدف، لتليه محاولة أخرى شكلت تهديدا واضحا لفريق الرجاء البيضاوي بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة. وبعد جهد جهيد وصمود قوي يتمكن الدفاع الرجوي والحارس الشاذلي من الوقوف أمام كل المرتدات الهجومية لفريق الترجي التونسي. وهنا أبرز محاولة سيتصدى لها اللاعب السفري بنجاح لينتهي اللقاء بنتيجة تعادل 0-0، وليلتجئ الفريقان للضربات الترجيحية التي أعطت الفوز لفريق الرجاء البيضاوي، وهو فوز تاريخي ويعتبر ثالث من نوعه للشياطين الخضر، ويأتي كذلك بالضربات الترجيحية بعد أن فازت الرجاء في المرتين السابقتين بالضربات الترجيحية كذلك، الأولى بوهران بالجزائر وكانت قد انتصرت على مولودية وهران، والثانية بالمغرب وكانت قد انتصرت على جولد فيلز الغنية. فرحة مستحقة للعناصر الرجوية التي ضمنت تأهيل لنهائيات كأس العالم للأندية بالبرازيل، وسيكون بذلك فريق الرجاء البيضاوي هو أول فريق إفريقي يمثل إفريقيا في هذه النهائيات. ونتابع فرحة فريق الرجاء البيضاوي الذي تمكن بفضل العزيمة وبفضل قوة عناصره من تحقيق المستحيل في هذه المباراة والتأهيل لنهائية كأس العالم بالبرازيل. كل العناصر عبرت عن فرحتها، وكذلك بالنسبة للوفد المرافق لفريق الرجاء البيضاوي. عدسات الكاميرا وميكروفونات الإذاعة توجهت صوب العناصر الرجوية لمسألتهم عن مصدر هذه القوة التي ظهرت بها الرجاء في هذه المباراة. مستودع عميد فريق الرجاء البيضاوي يحمل كأس التتويج بعد أن تمكنت الرجاء من الفوز بفضل الضربات الترجيحية. المقابله دازت صعيبه شويه لان الحكم كما لاحظتوا طردنا لاعب زريندو وبقينا لاعبين ب 10 ديال العناصر، وبحق تحملنا واحد المسؤول في واحد اللاعب كبير في الدفاع، والحمد لله ربي ما خيبناش وانتصرنا في هذا اللقاء، وبحق كانت تستاهل هذا الكاس هذا اللي فرحنا به المغاربه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في المقابله كانت واحد المقابله قويه بخصوص باننا لعبنا ب 10 العناصر من بعد 10 بداية المقابلة ب 10 دقائق، كنا واحد المقابلة قمنا بها مقابلة جميلة وكانوا بعد غيابات، ولكن استطعنا باننا نكونوا ان شاء الله في المساواة، وحققنا الاهم هو الانتصار، والحمد لله وتنديو هذا الفوز الى رائد الأمة محمد السادس ان شاء الله. حق بسم الله الرحمن الرحيم. حق بدينا اللقاء يعني جينا هنا لتونس باش ندير واحد المقابله جميله في مستوى، جينا بدون مركب نقد، ولكن من جينا سمعنا لك كلام ان فريق الترجي كيشوف فريق ريال مدريد كيشوف النصر يعني ما مهتمش بينا، وحنا من لعبنا اللقاء بدينا عاد عرفنا علاش، لان داك الشيء كلشي مترافيكي، يعني كان الحكم باين انه كان مرتاشي وما مرتاشين، يعني بغاو يديو هذا الكاس بهي الطريقه، وخرج لنا لاعب جريندو اللي قطب الدفاع وعميد فريق في اول في 5 دقائق الاولى، وعطانا ضربه جزاء خياليه، داكشي ما تقبلناه، وعندنا لاعبين شبان معدوم تجربه وتقبلوا ضغط الضغط ورجعوا، ولكن ان شاء الله الله كبير ما بغاش الظلم، وانتصرنا وكنا وما عاونوا الجمهور لاعبين 11 لاعبين بالحكم ضغطوا علينا تاعي، ولكن الله كبير يعني بقينا صامدين في هذا اللقاء، وجا ضربه الجزاء ان شاء الله وما خيبناش، دراهم مشاو ضربوا الجزاء بكل هدوء، هما لاعبين كبار ومخلوعين ما كيمشيو يضربوا ضربه الجزاء، وندي هذا الجمهور هذا الانتصار هذا جميع الجمهور المغربي والجمهور الخاص والجمهور اللي جا معنا وجميع الامه المغربيه واللي هنا في داخل المغرب واللي خارج وكل شيء، ومحمد السادس حقا والتتويج كان مستحق لفريق الرجاء البيضاوي اللي عانى من جميع المراحل الصعيبه، وخصوصا والنتيجه كانت مستحقه لاننا عشنا هذه اللحظه قبل، ونتمنى من فريق الترجي ان يقلب لها الكوبخور ان شاء الله، ونتمنى هذه النتيجه تحقق دائما، ونتمنى فريق الرجاء البيضاوي يحقق نتائج ايجابيه في البرازيل ان شاء الله. والحمد لله على هذه النتيجه هذه، وكنشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم، كنشكر الجمهور اللي ساندنا، وكنتمنى من الله على اننا نمشيو للبرازيل ان شاء الله باش نديروا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. كنهنيهم وكنشكرهم على المباراه اللي قاموا بها اليوم،
والإنجاز هذا راه هو في حد ذاته دعم الملف ترشيح المغرب، خاصة أن فريق الرجاء البيضاوي غادي يشارك في البطولة العالمية للأندية، وهذا ربما شيء اللي هو عنده القيمة ديالو وعنده الوزن ديالو، ونتمنوا لهم نجاح جيد إن شاء الله في البطولة العالمية للأندية. حقيقة راه تتويج كبير لنادي الرجاء البيضاوي ولا المغرب إن شاء الله، اللي هذه النتيجة كتدعم ترشيح ديالو 2006، يعني فريق لاعبي الرجاء يعني استانتو وبرافو عليهم في هذه المقابلة، يعني قاموا بمقابلة كبيرة وخا الحكم فسد لينا المقابلة، يعني كيف كيقولوا كنا رجالة داخل الملعب وضربت الجزاء ابتسمت لينا والحمد لله. هاد الناس يقولوا على انهم هما اقوى فريق في افريقيا، حنا كنا دائما تنقولوا لهم حنا اصغر فريق ولكن في السن، اما في الحجم حاجه اخرى غادي نبينوها يوم المباراه. والحمد لله يعني رغم الممارسات اللارياضيه اللي كانت كتبان من خلال التحكيم، ابان فريق الرجاء على رزانه وعلى ثبات وعلى يعني القوه دي. وبطوله القرن بالنسبه لنا وما غتنساش في الحياه ديالنا، لان لنا داكشي اللي دوزوا اللعابه ولا دوزوا الجمهور ولا ما فيهم نيت صحفيين ودوزوا، لان كنا الحمد لله يد في يد، وهذه هي اللي جعلتنا حنا نكونوا قويين وانتصرنا زعما بعزيمه زعما قويه ان شاء الله. تناديوه الملكنا محمد السادس والجمهور المغربي، وتنشكر المجهود اللي داروا به اللي قاموا به اللعابه اليوم، مجهود كبير، لان لعبوا ب 10 لعابه ضد 12 ولا نقولوا 14 لاعب، وتنشكر الجمهور اللي حضر هنا وساند الفريق الرجاء البيضاوي حتى لاخر لحظه. هاد الناس هادو ديال الترجي هيئوا الاحتفال باللقب قبل الاوان ديالو، ونساو بان هاد اللاعبين هادو راه كينتميو لواحد الوطن اللي هو المغرب، اللي هو وطن التحدي، بحيث انهم جاو عازمين اللعابه باصرارهم وباصرار جميع المكونات ديال نادي الرجاء البيضاوي، جاو باش يديو هذا اللقب وتمكنوا باش يديوه. فثلاثه النهايات اللي لعبنا لحد الساعه كنظن ان هذه اصعب نهايه، ولعب فيها التحكيم، بغى يلعب فيها التحكيم بواحد الدور كبير، لكن كيف سبق لي قلت العزيمه ديال اللاعبين اكدت ان الرجاء كتبقى فوق كل اعتبار، واننا الا انفردنا بالفوز باول لقب افريقي على صعيد رابطه الابطال افريقيا، فكنكونوا اول فريق افريقي غيشارك في كاس العالم، وهذا ماشي غريب على اولاد وطن المغرب الحبيب. وشكرا. الرجاء اليوم جهدات بعشرة اللعابة، رغم الحكم ما كانش كان تغادى على إصابة أولا ضربة جزاء اللي حيد لينا حنا، وربي والعزيمة ديال اللعابة تمسكوا بعضياتهم والإرادة ديال ربنا، وطلبنا الله ووفقنا ودينا الكأس وغادي نمشيو لكأس العالم في برازيل إن شاء الله. الكل عاد إلى قواعده بسلام، والعناصر الرجوية التي شكلت كوموندو قوي عادت بالنصر وعادت بالكأس الإفريقية التي تعتبر تحدي بالنسبة لهذه العناصر التي تنقصها التجربة وتخوض أول لقاء نهائي من هذا الحجم، وكذلك بالنسبة للمدرب أوسكار الذي تحدى كل الصعوبات واعتمد على مجموعة هي من إنتاج مدرسة رجاء 100%، وكل فعالية رجاء كانت ترى ضد نشيد النصر. الكل إذن قام بواجبه في هذه الرحلة التي أثمرت وأعطت فوز تاريخي مستحق للرجاء.